هنبدا معاكم النهارده فقره توب هاشتاج مع ثنائي نادي الاهلي احمد فتحي وعبد الله السعيد، واللي بيعتبروا المشكله الاكبر دلوقتي جوه النادي الاهلي بعد طبعا عدم التجديد معاهم او عدم تجديد عقودهم مع الفريق لحد دلوقتي، ومطالبتهم بالرحيل عن الفريق للدوري السعودي لحد نهايه الموسم. وده طبعا الموضوع اللي رفضه الجهاز الفني للنادي الاهلي، خصوصا طبعا ان فتحي والسعيد من الاعمده الرئيسيه في الفريق، وغيابهم اكيد هياثر بشكل كبير جدا على مستوى الفريق واللي بيستعد ان هو يشارك دلوقتي في دوري ابطال افريقيا، وبالتالي مطلوب منه ان هو يحافظ على كل اللعيبه اللي موجوده اكيد طبعا بعد رحيل كمان مؤمن زكريا واحمد الشيخ للدوري السعودي لحد نهايه الموسم. الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي كمان طلب من فتحي ومن السعيد ان هم يحددوا موقفهم النهائي من التجديد عشان يحافظ على استقرار الفريق، واللي بيحاول طبعا النادي الاهلي ان هو يحسم لقب الدوري بدري جدا قبل بدايه دوري ابطال افريقيا، وبيسعى كمان الفريق ان هو يحصل على الموسم ده بعد طبعا الخساره في الموسم اللي فات لحساب الوداد المغربي. جمهور السوشيال ميديا كان متضايق جدا من مطله الثنائي احمد فتحي وعبد الله السعيد في تجديد عقودهم مع النادي الاهلي، خصوصا ان هم لعيبه اصحاب خبرات والنادي الاهلي محتاج ليهم في الوقت الحالي، ده غير النادي الاهلي ما تعاقدش مع بدايل ليهم في فتره الانتقالات الحاليه، فبالتالي رحيلهم عن النادي الاهلي هيكون ليه تاثير كبير جدا، خصوصا ان هم من اللاعبين الاساسيين والنادي الاهلي بيعتمد عليهم دايما، خصوصا حسام البدري المدير الفني للنادي الاهلي اللي بيعتمد عليهم دايما في التشكيل الاساسي للفريق. تعالوا بقى نشوف معاكم ردود افعال جمهور السوشيال ميديا على تاجيل احمد فتحي وعبد الله السعيد لتجديد عقودهم مع النادي الاهلي، وهنبتدي مع محمد صابر اللي علق وقال احمد فتحي عبد الله السعيد كمان عايزين يلعبوا في الدوري السعودي، كده مش هيبقى فاضل غير عم حارس هو كمان يحترف في السعوديه. كمان علي قال فتحي والسعيد لازم يبصوا لمصلحه النادي شويه ويجددوا ويعرفوا ان دي اصعب فتره للنادي الاهلي محتاجهم فيها، وياجلوا موضوع الاحتراف ده لبعد كاس العالم. رد عليه هادي وقال بالنسبة لموضوع فتحي والسعيد، جمهور الأهلي عمره ما هيجيب لاعب ويفضله عن النادي اللي عايز يمشي يتفضل، الأهلي هيفضل فوق الجميع. كمان طارق قال الأهلي عمره ما واقف على أي لاعب مهما كان اسمه، واللي يقدر أو يقدر النادي وجماهيره الجمهور والنادي هيقدروه. وأحمد سعيد قال رغم أن فتحي والسعيد من أهم اللعيبة في الفريق، لكن اللي عايز يمشي او مش عايز يجدد العقد براحته، الاهلي دايما بمن حضر. وخالد كتب خروج اي من احمد فتحي او عبد الله السعيد دلوقتي غير منطقي بالمره، لانه اصلا عبد الله هو اللي شايل الفرقه. وكمان امين قال هو فيها ايه يعني لما عبد الله السعيد وفتحي يمشوا؟ الاهلي مش بيقف على لاعب، ولو كان الاهلي بيقف على اي لاعب كان وقف على بوتريكا. وعمر حسن كمان كتب احمد فتحي ما ينفعش يمشي دلوقتي باي شكل من الاشكال، فتحي هو كمان ملوش بديل في مصر ولا في افريقيا كلها حتى. واسراء كمان علقت وقالت عبد الله السعيد لو مشي هو كمان هنبقى داخلين على ايام سودة. واخيرا عمر قال مش كان من كام يوم لازم السعيد وفتحي يقعدوا دكه شويه ويريحوا، دلوقتي وهم مش عايزين يجددوا بقى ملهمش لازمه او ملهمش بديل عفوا، يا على البني ادمين. اه والله